بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف السادس الثانوي، النهاردة بإذن الله هنشرح الفرق بين would و used to لما بستخدمهم عشان يعبروا عن أحداث متكررة في الماضي أو عادات كانت تحدث في الماضي. طبعا would عشان تستخدم مكان used to دي حاجة تعتبر جديدة شوية، ما تعرضناش ليها قبل كده في شرح الجرامر. فعندنا استخدام would زائد المصدر بتعبر عن أحداث كانت متكررة في الماضي، فعل أنا كنت متعود أعمله في الماضي بيتكرر، فأستخدم معاه would زائد المصدر. فعندي المثال الأولاني: Grandma would tell me story every night before I went to bed. يعني جدتي كانت متعودة تحكي لي قصة كل يوم قبل ما أنام. طب هنا would tell me a story every night before I went to bed. ممكن أستخدم هنا used to tell ولا ما ينفعش؟ هنا ممكن ايضا استخدم used to tell، يبقى انا would tell صح او used to tell الاثنين صح. طبعا انا ممكن انفي would ب wouldn't زائد المصدر او would never زائد المصدر، ده نفي العاده في الماضي. His brother wouldn't ride a bicycle very often. His brother wouldn't ride a bicycle very often او I wouldn't travel on national holidays. يبقى هنا ممكن برضو في الحاله دي استخدم didn't use to، ما فيش مشكلة. His brother didn't use to ride a bicycle أو I didn't use to travel on national holidays. بين عندي ظروف التكرار اللي هي often و never و always بتيجي بعد would وقبل used to. I would always get up early on Saturdays أو I always used to get up. Sarah would always come late to work on Mondays. يبقى ظروف التكرار often whenever always أو أي ظرف تكرار آخر بيجي بعد would وقبل used to. طيب إيه بقى الحالات اللي منفعش أستخدم فيها would زائد المصدر؟ منفعش أستخدم would والمصدر مع أفعال التقرير أو الحالة أو الأفعال التي استمرت لمدة طويلة ولم تتكرر. يعني إيه الكلام ده؟ أنتوا فاكرين لما كنا بنقول إن عندنا أفعال ما ينفعش أحطها في المضارع المستمر اللي هي اللي كنا بنسميها state verbs أو non action verbs، اللي هي أفعال الشعور، أفعال الحواس، أفعال التفكير، أفعال الملكية. الأفعال دي ما كانش ينفع أحطها في زمن الأزمنة المستمرة، سواء مضارع مستمر، ماضي مستمر، مضارع تام مستمر. وكذلك الأفعال ديت ما ينفعش أستخدم معها would زائد المصدر، زي مثلا love، أفعال شعور love ولايك، أفعال الكينونة زي be، understand، feel، كل الأفعال اللي بنسميها state verbs أو non action verbs. في أفعال كتير غير ديت، قلنا كل أفعال الشعور، الكلام ده احنا شرحناه بالتفصيل في زمن المضارع المستمر اللي يحب يرجع ليه. فهنا I used to be a really sporty person، هنا ما ينفعش استخدم would في الجملة دي. I used to be a really sporty person، ما ينفعش استخدم would مكان used to. الجملة التانية I used to like tennis، ما ينفعش اقول I would like tennis. تاني حالة would ما استخدمهاش في المواقف العامة او الحالة دائمة: we used to play in the garden، هنا ما ينفعش استخدم would play. وكذلك الافعال اللي بتستغرق فترة طويلة، يعني مثلا الفعل اشارهم الفعل live او الفعل work، ما ينفعش استخدم معاه would. ما ينفعش اقول I would live in Cairo، لا اقول I used to live in Cairo. في حالة بقى ما ينفعش استخدم فيها used to ولا would اصلا، وهو عند تحديد علامة للماضي او ذكر العدد. يعني لو جاب لي كلمة بدل على زمن الماضي البسيط ما ينفعش استخدم used to، زي الجملة دي we went there 3 times، هنا ذكر لي عدد 3 times، ما ينفعش اقول I used to go there 3 times ولا I would go there 3 times. الحالة اللي بعديها ما ينفعش استخدم used to او would، قلنا إذا كانت أحداث فردية في الماضي أو في دلالة على الماضي: we moved to Cairo in 2000، انتقلنا إلى القاهرة سنة 2000. in 2000 دي سنة ماضية، تعبر عن زمن ماضي بسيط، فبستخدم معها زمن ماضي بسيط، ما استخدمش معها ولا would ولا used to. طب هنا في النفي ينفع أقول wouldn't always؟ لا طبعا، النفي أقول
would never أو didn't use to. I wouldn't always get up early on Saturdays. الجملة دي جملة خاطئة wrong. إنما أقول إيه؟ أقول I didn't used to get up early on Saturdays. الجملة دي صحيحة. أو I would never get up early on Saturdays. الجملة دي أيضا صحيحة. طبعا هي المشكلة كلنا كانت في استخدام would للدلالة على past actions أو past habits. إنما use to إحنا تعرضنا لها كتير قبل كده. بستخدم use to لوصف أحداث استمرت لفترة في الماضي لم تعد تحدث الآن. انتهت. I used to live in Cairo. I used to live in Cairo. But I moved to Alexandria last year. I used to live. ينفع هنا أقول I would live. طبعا ما ينفعش. قلنا لأن الأفعال بتستغرق فترة في الماضي زي live زي work. ما استخدمش معها إيه؟ would. واستخدم معها used to. طيب. لما احب انفي يوز تو بنفيها بطريقتين. didn't use to didn't use. خلي بالك معايا ما قلتش didn't used didn't use to او never used to never used to. there didn't used to be او there never used to be a supermarket there. في السؤال بسأل ب did Sarah used to eat many sweets. yes he did. Yes she did or no she didn't. ممكن أسأل بكلمة استفهام where did you used to live. where did you used to live. وعندي هنا معلومة تانية اللي هي be used to أو be accustomed to. بيجي بعدها اسم أو verb ing. I can't eat anymore. I am not used to such big meals. أو she can't climb all those steps. she is not used to taking. خلي بالك لما يجي verb to be قبل used to she is not used to يجي بعدها ing taking. سواء كان verb to be ده مضارع او ماضي am is are or was or where. يبقى الخلاصة يا شباب ان احنا used to ممكن استخدمها للدلالة على اي عادة في الماضي. used to استخدمها للدلالة على اي عادة في الماضي مع اي فعل. انما would ليها استخدامات معينة فقط. ليها استخدامات معينة فقط. ما ينفعش استخدم would في الأفعال اللي هي non-action verbs اللي هي state verbs أو non-action verbs اللي هي أفعال الحواس أفعال الشعور أفعال الملكية أفعال التفكير. كل الأفعال دي ما ينفعش أحطها أستخدم معها would للدلالة على past habits. وكذلك الأفعال اللي بتستمر فترة طويلة زي الفعل live الفعل work verb to be ما استخدمش معاها would للدلالة على past habits. ما قولش I would be إنما أقول I used to be. لو كان عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل إشعارات بالفيديوهات الجديدة لينا. كان معكم مستر محمد الصادق على قناة الصادق في اللغة الإنجليزية على اليوتيوب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.